يكتمل اليوم وصول حجاج مملكة البحرين من خلال المنفذ الجوي عبر مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة السعودية، وقد تم تجهيز المخيمات بمشعري عرفة ومنى بكل الخدمات اللازمة وتأكيد جاهزية اللجنة الطبية بالبعثة لكل الحالات من خلال ما توفره من عيادات تعمل على مدار الساعة. موفد مركز الأخبار إلى مكة المكرمة الزميل صالح يوسف والتفاصيل. 59 حملة بحرينية تسلمت المخططات السكنية لمخيمي عرفة ومنى وسط ترتيبات مسبقة وفرت من خلالها البعثة البحرينية للحج، وبالتعاون مع المطوف الخاص لها بتوفير مجموعة من الخدمات والتجهيزات. بقوم بتوفير الخيام، الخيام عبارة عن بي بي سي، خيام كلها مضادة للحريق، عندنا ما يقارب 200 خيمة، عندي في المخيم 510 مكيف، ال 510 مكيف هذه طبعا جربت من يوم واحد الحج، البرودة تقدر يعني انا ودي من الاخوان المتابعين يحسوا ببرودة الجو الخيمة، انا اكلمك الان يعني حقيقة الجو جدا بارد في الخيمة. هذا فيما يخص بالنسبة للخيام والصوفات، طبعا هناك فواصل جبسية تم بين الحملات. خدمات خارجية بنكون بنقدم ماء زمزم، بنقدم ثلاجات، بنقدم فريزرات، بنقدم غلايات الماء طبعا لتوفير الشاي والقهوة للحجاج. وحيث الديار المقدسة اكتمل وصول الحجاج البحرينيين عبر إجراءات سلسة وميسرة من خلال المنافذ السعودية البرية والجوية. المملكة العربية السعودية من خدمات في المشاعر المقدسة ومن خدمات في بيت الله ومن خدمات في ميناء والمشعر وعرفة، وكل هذا بجهودهم المباركة. إجراءات كانت يعني مسهلة وكانت جهودهم ممتازة، وكان يعني تعاونهم وايد، يعني تعاونوا عشان يتعاونوا مع الحجاج في كل شيء، عشان إنه ما يخلون الحجاج إنهم يتعبون في جياتهم للمملكة العربية السعودية إلى مكة المكرمة. استقبالنا يعني كان ترتيب من ناحية الموظفين، الإرشادات اللي عطونا إياها وكل شيء، والحمد لله طلعنا ووصلنا السكن، والحمد لله البعثة البحرينية مو مقصرة في موسم الحج. جثرت الحمد لله، وكل سنة يعني لنشوف أن الإجراءات تتسهل ولله الحمد. وفي الجانب الآخر، فقد استكملت اللجنة الطبية التابعة للبعثة تجهيز عياداتها، تلك التي تضم كوكبة من الأطباء والممرضين، موفرة جميع الأدوية والأجهزة الضرورية لحجاج المملكة. طاقم من ذوي الخبرة والكفاءة، عيادة جهزت بكل الإمكانات التقنية والبشرية، مسعفون وأطباء جاءوا من المنامة، وذلك لخدمة حجاج المملكة. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف، مكة المكرمة.